مش تاخد قطعة من فاصوليا في السوق؟ لا في فاصوليا خضرا بس مش حلوة. الناس بتاخدها عشان شوربة الخضار بس. هي مش حلوة أصلاً. الناس بقى والله عشان تكمل بيها شوربة الخضار. وبعدين بعدت أجيب الفاصوليا ما فيش. في ناس الناس بتاخدها والله ملكة كبيرة. وريني يا سيد الحاجة اللي احنا جبناها. اليوم من غيرك يا محمد جميل جمال ملوش مثال.
اتركهم 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 لكم بقى برو؟ هم صغيرين اصلا شو غريب هلا قدامك 10 5 دقايق كده 7 دقايق اللي هي الاولانيه اللي هي الاولانيه والثانيه لسه موال. انا ما باخدش الكوستين عشان ما باخدش الكوستين ده عشان اشيل الكوسه دي كلها اخد الطبق كوسه كده ولا خلاص كده معاك سعيد. افتح لنا سادة بشعبين دي خلقتي اكتبابه وخلع على دماغه وصدق شكله ناية يا جب أنا.